مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الأخيرة. نور، محطتنا الأخيرة هي المحطة المفضلة عندي وعندك وعندك بالذات، وهي عند علم الطاقة يلي بيمتد ليلامس مختلف جوانب حياتنا لنتعرف على تأثير طاقة الفصول وخصوصا فترة الصيف اللي عم نعيشها، ونحكي بشكل موسع عن هالموضوع أكيد صباحنا غير مع الماستر غالية بغدادي. يسعد صباحك ماستر. صباح الخير حبيبتي. كل سنة وأنتي سالمة بداية. وأنتي سالمة حبيبة قلبي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي دائما على شاشة الأخبارية السورية. بالبداية خلينا نعرف طاقة الفصول شو هي؟ تمام. هلأ كل فصل وإله جماليته أكيد، وكل فصل نحن بنستمتع فيه، وكل فصل له خصوصية معينة، يعني حتى بيرجعك لذكريات معينة، لدرجة أنه أنت أي ذكرى عندك بتربطيها بفصل معين، أنه كان شتاء مثلا، كان مطر، كان مثلا خريف ورق الشجر عم بهر، مثل هلأ الصيف، مجرد ما قلنا كلمة صيف فورا بيخطر عبالك شمس، نشاط، بحر، طلعات، فوتات، ألوان، حتى فورا بيخطر على بالك الألوان، يعني هذا اللي بيلعب دور كبير بحياتنا، فأنت فورا بتحسي إنه في طاقة نشاط عم تجيكي مجرد ما قلنا كلمة صيف. أنا بستغرب من الناس يلي بفصل الصيف ما بيعملوا هالنشاطات الزايدة أو ما تماما أو ما بيشتغلوا على هالقصص، لأنه عن جد كل فصل بيعطيكي طاقة، أنت لما بتستمتعي فيه بيعطيكي طاقة كتير قوية وبيجدد كتير شغلات عندك. طيب خلينا نحكي شوي عن تأثير يمكن الطقس بشكل عام وطاقة الطقس على الأشخاص. في ناس بتقول الصيف فيه شوب كتير، فيه حرارة عالية، فيه يعني ساعات طويلة من النهار وهيك، قد هاد ممكن بيحسوا أنه بيأثر سلبيا عليهم. مثل ما قلتي في أشخاص تانيين بيشوفوها لا، بيشوفوها حيوية، بحر، مسبح، هيك تأثير هذا الشيء. هلا تأثير هذا الشيء على هوا الشخص، شوفي سلمى، الشخص يلي بينق طبعه ينق، يعني لا بيعجبه الصيف ولا بيعجبه الشتاء ولا الربيع ولا الخريف، بضل بيقول لك برد تماما شوب، فهو بس هي حالة عامة يعني تماما يعني بس حالة عامة يعني صاير الكل تمام، بس انه ليش نحن ما نستمتع بكل شيء عم بيمرق بحياتنا؟ يعني نحن ما بنفكر انه هذا الوقت اللي عم نقضيه هو فترة بتروح وما بترجع، يعني لما انت بتقضي هاي الفترة بتكوني مبسوطة فيها، تعملي نشاط حلو فيها، صدقيني حتستمتعي باي فصل من الفصول. بس نحن لما على طول ما نحط ببالنا انه هلا الشتاء حنبرد ومطر وطين وكذا، بتشوفي على طول الشغلات السلبيه من الفصل، فما حتستمتعي فيه وحيضل عندك هذا الملل منه. يمكن حتى مثل ما قلتي غاليه كمان، يعني هي الطاقه الايجابيه اللي بتكون موجوده انت بتشتغلي عليها، وبنفس الوقت يعني بتربطي الذكريات بالفصول اللي تحبيها. يعني تماما. فصل الشتاء بيذكرنا مثلا بالمدرسه، فيروز الصبح، كاسه الشاي مع الاهل، لما بتكوني بعيلة واحدة غير لما كل واحد مثلا يشق طريقه بعد الدراسة الجامعية. الفصل الصيف كمان بيذكرك في الذكريات الجميلة، السيارين مع العيلة كذا، ففي دائما تربطيها بأشياء إيجابية وجميلة. هي كمان ترجع للشخص، يعني مثل ما قلتي الشخص لما يكون هو بنق بشكل عام فما رح يشوف الفصل الصيف أكيد جميل، او هي بينلعب من خلالها على طريقه انت كيف تتقبلي هي الحاله. طبعا ما حيشوف مو بس الفصل، ما حيشوف اي شيء حلو بحياته. يعني اي شيء هو هذا الشخص، نحن بنقول له الشخصيه اللي بتنق، يعني الشخص اللي على طول ما نوع عاجبه شيء، فبتحسيه بفيق من الصبح، يكون الجو كثير حلو ونهاره حلو، ببلش عنا نهاري ما منيح ومعصب وما شرب فنجان القهوه، مجرد ما في هو روتيني بيعمله الانسان لحاله، وهي ارسالات انت بتبعتيها وبتركزيها بعقلك الباطن. مجرد ما انت فتي بهذا المود خلص انت تعودتي عليه وحتضلي هيك، يعني انت فايته خلص انا على طول مو عاجبني شيء. نحن مشكلتنا انه على طول بنطلع على النص الفاضي من الكاسه، ما بنطلع على المليان، ما بنشوف الشيء الموجود، على طول بنطلع على المفقود وبنطلع الشيء اللي عند غيرنا، ما بنشوف الشيء الحلو يلي عنا، ما بنشوف الشيء الحلو باليوم اللي عم بيمرق بحياتنا وبهذا الفصل الحلو يلي لازم نستمتع فيه. صدقيني وقت بتمشي بالصيف مثلا لو شمس ولو شوب، لما انت بتكوني ماشيه وعم تتذكري يمكن حتى تشمي يكونوا مثلا ما اللي عم يسقوا الجناين او شيء، تتذكري تشمي ريحه التراب تتذكري شيء حلو كثير، يعني اي شيء حتى الشمع عندنا لما بتشمي بيرجعك لكثير ذكريات وبيعيشك بهي المتعه. بس نحن للاسف على طول عنا انه لا نحن انه ما مثلا مالي مبسوطه او انا بشوب او انا، حتى هذا الشيء صار عنا من باب انه بيفكروا انه شيء له علاقه بالاتيكيت، انه لا انا ما بطلع بالشمس، ما بيوقتي انه لا انا كذا، عرفتي؟ بعدين كل الفصول، يعني انا بقول فصل الصيف شوب وحراره ما بطلع، بالشتاء برد وجقجقة ومطر ما بطلع، بالخريف تمام بكئبني، يعني تمام بالربيع في عندي حساسية، فلا خليك بالبيت عادي تماما. يعني ففي ناس هي طبعها هيك بتضل على طول بتنقد، عندها هي النقد، يعني حتى قد ما شافت الشخص قدامها مبدع وظريف
لا ما أنا ظريف إلا ما تطلع لك يعني، لو كنتي كاملة إلا ما تطلع لك نكشة. أصلاً لازم ما نبحث عن الكمال يعني، بالنهاية ما في يعني ما في رح يكون كامل بالمطلق. أكيد طبعاً يعني. بس لازم نبحث عن المتعة بحياتنا لأنه هذا عمرنا وهي حياتنا، يعني نبحث على طول على الشغلات اللي بتفرحنا. يعني على طول أنا أشتغل على حالي، شوف أنا الشيء اللي أنا بحبه يعني، أعطي يوم راحة لي، استمتع بالصيف، استمتع بكل وقت من الأوقات، ما يكون وقتي كله على طول معبى بس بشغل وما اكون انا على طول عم اجي انه يلا لازم انا اطلع مشوار، بس يلا لخلص هي ولخلص هي، ما بتلاقي غير العمر مضى والايام ركضت تمام، وبتحسي حالك انك انت ما عملتي شيء وما استمتعتي. بتجيكي ايام لقدام بتندمي بتقولي كان عندي فرصه يا ريتني بس ما عملتها. طيب غاليه خلينا نحكي عن مبدئين وقديش هن فعلا مفيدين بالطاقه، مو بس بالفصول، بكل الاوقات، اللي هو التوافق والتقبل. انه انا اتوافق مع شيء معين او مع شيء سائد حوالي، والتقبل لحتى انا اقدر يمكن نشوف مثل ما قلتي الايجابيات. تمام. هلا انت لما بدك تتقبلي اي شيء بالحياه بده يكون عندك هي الروح المرنه، يعني انت عندك استعداد اني انا بتقبل اي شيء، مو انا مثلا طالعه على طول انا بس بدي انقذ او انا بدي اشتغل على حالها. لا عليها بس. تمام. يعني في ناس على طول طبعها هيك انه هي من قبل ما تشوف الشيء بتنقده، يعني ما بتكون متقبله اي شيء. مثلا بدها تروح تشتري ثياب، من قبل ما تطلع من البيت هلا بدي انزل على السوق، ما حلاقي شيء وما حلاقي شيء لانه ما في شيء حلو بالسوق. خلاص هي حاطه ببالها فشي طبيعي، يعني هي راسمه الخطه قبل ما تطلع. بس متعبه يعني، هي الحاله متعبه طبعا. يعني نحن كنا هلا قبل حضرتك غاليه معنا الدكتور تامر كمان اخصائي بامراض الاعصاب، بنحكي عن الحاله النفسيه قديش بتنعكس على حياتك اليوميه والاجتماعيه طبعاً. والتواصل مع الاخر، يعني هي حاله نفسيه. يعني نحن ما عم نقول مثل ما قالت سلمى نبحث عن الكمال، لا، نحن عم نقول ضمن الموجود لدينا خلينا نشوف الشيء الحلو طبعاً. يعني هلا في كثير من الناس بتقول هي نوع من الفلسفه، نحن عندنا حياه صعبه بضغوطات اقتصادية أو الواقع عم بيواجهك صعب. يعني أنه هذا الكلام اللي أنتوا عم تقولوه تنظير، يعني في ناس تقول لك أنه أي وشو، يعني شو بدي شوف الكاس المليانة تماما. أو شو بدي، إذا أنت بدك تضلي عم تستني لحتى يصير واقعك أحلى بحياته، ما حيصير. أنت بدك تصنعي، أنت بدك يعني تصنعي. أنت بدك تبحثي عن هذا الشيء. أما أنا إذا بدي ضل قاعدة عم أقول هيا الله نهار مرق ماله منيح، يلا اللي بعده حيجي شيء منيح، أو حد تبحثي، أنت عم تبحثي ما حتلاقي نهائي. بدك تصنعي صناعة، يعني في شيء اسمه صناعة الأمل وصناعة السعادة، نحن نصنعها لحالنا. أنا لو كل يوم بعمل الشيء اللي أنا بحبه ولو بفنجان قهوة، بفنجان قهوة أنا ساوي على رواق، قول أنا عم ساوي، قول حب ود سلام محبة، أنا عم ساوي فنجان قهوة. شوفي الطاقة قديش بتعم بالمكان وقد بتكوني مبسوطة أنت عم تعملي هذا الشيء. عادي اطفي موبايلك، بعدي عن كل الناس، عادي لحالك شربيه برواق، تكوني مستمتعة بالشيء اللي أنت عم تعمليه. وهي الحالة جميلة بعد خروجنا من شهر رمضان، تماما شهر خير وبركة، كتير مستمتعة. فهي حالة روحانية جميلة، خلينا يعني نكون فيها، يعني حالة من القناعة والرضا، تبلشي حياتك بشكل أكيد. جديد بمفهوم جديد، لأنه نحن الحياة صعبة يعني اقتصاديا وضغوطات اجتماعية كتير كبيرة، بس فينا نلاقي زاوية لقلنا، زاوية جميلة من خلال نفرغ الطاقة وتكون طاقة إيجابية ما نسلبية. يعني ما فيني أنا على طول ضل كرر الكلمات إنه أنا حظي مو منيح، أنا أيامي مو منيحة، أنا ما عم بيزبط شيء معي. أنت مجرد ما عم بتكرري حيصير هذا الشيء، لأن أنت ما أنك شايفة غير النص الفاضي عن جد من الكاسة. حسان عم يقلنا هذا الواقع. أنت لا أنت تطلعي على الشيء الحلو، ما في حدا كل حياته سيئة. أكيد في عنا شغلات كتير حلوة بحياتنا بس نحن للأسف ما بنشوفها. ليش ما بنشوفها؟ ما بنجرب. في فكرة يمكن كتير بنواجهها غالية أنه ناس ما بتجرب، يعني أكيد. يعني بتسمع بس ما بتجرب. ونحن عنا شغلة كمان سلمى، أنه الناس ما بتشوف الشيء الحلو عندها، بتشوف الشيء الحلو عند الناس الثانية أو الحظ الحلو عند الناس الثانية، أنه يمكن يكون عنده أفضل منه تماما. يعني أنت بس ما بتعرفي شو الشغلات السلبية أو شو الحياة اللي هو عايشة. أنت عم تشوفي الظاهر بس زاهر. الشيء الحلو تبعه. وأنت نفس الشيء يمكن الناس عم بتشوف الشيء الحلو اللي عندك بس انت مو شايفتي. تمام. فنحن هي مشكلتنا بالحياه، هي حاله عامه. يعني نحن دائما نستضيفك غاليه ونذكر هذا الشيء، هي حاله عامه صايره وسائده عند الكل. يعني هلا بتقولي له للشخص كيفك، بس قولي له كيفك، شوفي وشه كيف تغير، ما منيح وتعبان يعني. لانه نحن ترددات رسمناها يعني لحياتنا، انه نحن خلص يعني انه الحمد لله والله ايامي منيحه. او في عنا شق ثاني من الحديث انه هو صار الواحد بخاف من الحسد والعين، فلو كانت اموره منيحه بيقول لك ماشي الحال، مالي مبسوط او كذا، صاروا بيخافوا على قد ما عم بيشوفوا. عن جد وصلنا لوقت على قد ما عم تشوفي انه الشيء اللي عندك الحلو الناس بدها تاخده منك. كمان هذا الشيء بيجذب يعني. هلا كمان انه اللي كثير الشخص انه يعمل
يتحمل هي الحالة تبع أنه أنا خايف أنه حدا يتطلع اللي عندي أو كذا، بيصير هو نفسه بيأذي نفسه يعني. أكيد طبعا الجذب يعني كمان أوقات بيصير عكسي تماما، أنا بعكس الطاقة السلبية، أنا ماني منيح، أنا ماني منيح مشان الناس ما تحسدني، بصير أنا بعدين بصدقني أنا ماني منيح. إيه تماما، بصدقني أنا تعبانة يعني. صح، أنت فكرة حطيتيها بعقلك فخلص بتمشي عليها. هلأ أنا بتمنى من الناس اللي عم يسمعونا عن جد يبلشوا صفحة جديدة، يبلشوا يجربوا بس يقولوا كلمات إيجابية، ويقولوا نهاري حلو، يعني يقولوا نهاري حلو الجاي أحسن أيامي منيح، يطلعوا على الشيء الحلو اللي فيهم شو ما كان، شو ما كان أي شخص في عنده شيء حلو، في عنده يمكن ضحبته، يمكن عيونه، يمكن بسمته، يمكن بشغله في شيء حلو، يطلعوا على هذا الشيء الحلو ويشتغلوا عليه ويعيشوا الحياة، يعيشوا الفصول بطاقتها الحلوة، مثلا الصيف يستمتعوا فيه. بعطي أنا وقت صغير إلي، مثلا أنا طالعة من الشغل لو ما عندي أبدا وقت، أنا طالعة من الشغل لا أنا لازم أتمشى شوي، أقعد بحديقة هيك لحالي استمتع بهذا الشيء، إذا هذا الشيء بيريحني وبيبسطني يعني عطول دور على الشيء اللي أنا بيعطيني طاقة إيجابية وبيفرحني فيه، ما أستنى حدا يعطينيها ولا أستنى حدا يقول لي شكرا إليك عذبناك أو شيء، لأنه بهذا الوقت أكيد ما حتلاقي حدا. طيب يعني أنت اخترعي هذا الشيء. بالختام خلينا نحكي ثلاث نقاط أساسية لما في الصباح وكيف نبلش نهارنا، حكيناها قبل ونرجع نذكر المشاهدين قديش فعلا مهم تبلشي بنهارك مع ابتسامة وضحكة، تقولي نهاري حيكون حلو، أنا شخص بستاهل إنه يكون في شيء منيح مخبى لإلي، فرح يكون نهاري كتير منيح. أكيد يعني عطونا إحنا نبلش نهارنا بطاقات إيجابية وكلمات إيجابية ونحب حالنا كيف ما كنا نحب حالنا، وعطونا نطلع على الشيء الحلو اللي فينا. يعني ما نستنى حدا يقولنا أنت حليانة، أنت فيقي وزبطي حالك، البسي قبل ما طلعي شغلك، طلعي على حالك على المرأة أنا حليانة حليان. أو كتير حلو يعني عيشي اللحظة انبسطي، كوني مبسوطة بأي شيء، أنت رايحة على شغلك ما تقولي هلا بدي روح وأتعب وتعب، قولي يا الله شو حلو الشغل، حابة الشيء اللي عم بعمله، عن جد بيصير عندك إنجاز كتير حلو. هي أهم فكرة قالتها آخر شيء، يا الله شو حلو الشغل. ليش الناس ممكن تقولها أو تتقبل إنه تقولها، بنتمنى هذا الشيء يكون عن جد موجود بحياتنا. غالية شكرا لك وللطاقة الحلوة اللي دائما بتعطينا. خبيرة علم الطاقة غالية البغدادي شكرا لوجودك معنا، ودائما خلينا نبتدي نهارنا ببسمة وضحكة وأمل، بتكون الطاقة الإيجابية هي محور حياتنا. شكرا كثير لك. لهون سلمى مع الطاقة الإيجابية حلقتنا بتكون وصلت لنهايتها.